تحت رعاية معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد الخليفة رئيس جهاز المساحة والتجهيز العقاري والرئيس الفخري لجمعية السنابل لرعاية الأيتام، تشرفت الجمعية بالإعلان عن فوز جلالة الملك المفدى بالشخصية القيادية الفخرية الخليجية المسؤولة في مجال رعاية الأيتام. جاء ذلك في حفل أقيم لجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في مؤسسات رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي بتنظيم جمعية السنابل لرعاية الأيتام وبشراكة استراتيجية مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بحضور عدد من الشخصيات رفيعة المستوى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد أكد راعي الحفل معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة أنه من منطلق أهمية العمل الاجتماعي الخيري وبخاصة رعاية أبنائنا الأيتام استحدثت هذه الجائزة من أجل تكريم كل من يفوز في هذا العمل الإنساني الخيري لرعاية الأيتام، وذلك حق وواجب علينا تجاه الخيرين والمميزين. ولما كان سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه عاهد بلاد المفدى الراعي الأول والأب الحنون لأبنائه الأيتام في مملكة البحرين وخارجها من خلال رئاسته الفخريه للمؤسسه الخيريه الملكيه، فقد قامت اللجنه المتخصصه والمكلفه بمنح جائزه السلام من المسؤوليه المجتمعيه باختيار مقام جلاله السامي حفظه الله للفوز بجائزه السلام للمسؤوليه المجتمعيه عن فئه الشخصيات القياديه الفخريه الخليجيه المسؤوله. ولا يفوتني بهذا المناسبة السعيدة أن أرفع أطيب التهاني لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة لفوزه بالجائزة في شقها الفخري، حيث قدم جلالته حفظه الله الكثير من المبادرات والمشروعات في مجال خدمة الأيتام. من جانبه أكد سعادة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان رئيس مجلس إدارة جمعية السنابل لرعاية الأيتام أن اعتبار جلالة الملك المفدى الشخصية القيادية الفخرية المسؤولة الخليجية في مجال رعاية الأيتام جاء لدور جلالته الرائد في مجالات العمل الاجتماعي والإنساني على وجه العموم وفي رعاية الأيتام على وجه الخصوص. وفي ختام الحفل تم تكريم عدد من المؤسسات والشخصيات من دول مجلس التعاون الخليجي في سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية. دأبت مملكة البحرين وبتوجيهات سامية ورعاية أبوية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومته الرشيدة على التشرف برعاية الأيتام وأسرهم والعمل على توفير كافة احتياجاتهم متمثلة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية. وتأتي جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في مؤسسات رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي لتؤكد على الدور الذي تقوم به جمعية السنابل لرعاية الأيتام في تأصيل ممارسات الخدمة المجتمعية من خلال معايير مهنية عالمية ليمتد أثرها للمؤسسات الخليجية العاملة في مجال رعاية الأيتام وخدمتهم. شرفنا اليوم بالحضور لهذا الحفل الكريم. لا شك أن الأيتام وصى القرآن ووصى الشرع ووصى كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم على الأيتام. اليوم الاحتفال كان جدا جيد، وأحلى ما في الاحتفال تناسب مع 14 فبراير وهي مناسبة عزيزة على قلوبنا أجمعين، وأيضا تكريم معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد الخليفة سفير للأيتام، هذا شيء يعني يفرح القلوب، وأيضا التواجد الخليجي بهذه المناسبة الكريمة في المنطقة. ومن خلال هذا الحفل تشرفت الجمعية بمنح جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية الخيرية جائزة السنابل لعام 2015 عن فئة الشخصية القيادية الفخرية الخليجية المسؤولة في مجال رعاية الأيتام، بالإضافة إلى إعلان الجمعية عن الفائزين بهذه الجائزة لبقية الفئات من دول مجلس التعاون الخليجي.
مبادرة طيبة أن تكون تقوم هذه الجمعية المباركة في هذه الجائزة وهذا التكريم. بلا شك هذا يشكل حافز ويشكل دافع قوي للاهتمام، يشكل فرصة كذلك لهذا اللقاء اللي جمع ثلة من المؤسسات الحكومية والأهلية تلتقي لتبادل الخبرة وتجد تجارب بعضها البعض. جمعية سنابل للأيتام عرفتني عن طريق فوزي بجائزة إصرار، بما أني أنا كنت فتاة يتيمة واجتهدت على نفسي لغاية ما أصبحت معلمة. دعوني اليوم للبحرين للتكريم بجائزة سنابل، وإن شاء الله يكون هذا عمل يحفز الجمعيات الخيرية أنها تدعم اليتيم. طبعا أشعر بالفخر والاعتزاز لحصولي على هذه الجائزة، تعتبر بمثابة شحنة جديدة لبذل مزيد من العطاء، مزيد من الإبداع، مزيد من الجد والاجتهاد لخدمة المجتمع. جائزة السنابل لرعاية الأيتام تعد سابقة، هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، وهي جائزة سنوية متخصصة تأتي ثمرة شراكة استراتيجية بين جمعية السنابل لرعاية الأيتام والشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية. هدفها الأول نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية في قطاعات رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.